بدعوة من واشنطن ومشاركة 40 دولة، محادثات اليوم في ألمانيا لتصليح أوكرانيا دفاعياً. هذا الجسر تمت تسميته بجسر الحياة. كاميرا الحدث على المخرج الوحيد لسكان إربن وبوتشا وغوستوميل أثناء الحصار الروسي. الأمم المتحدة تعلن حاجتها ل 144 مليون دولار لحل أزمة الناقلة صافر العالقة في اليمن. تل أبيب ترسل مستشار الأمن القومي إلى واشنطن لإقناعها بعدم شطب الحرس الثوري من لوائح الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. تنظم الولايات المتحدة اليوم اجتماعان يضم أكثر من 40 دولة لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا، وتتركز على تسليح كييف للتصدي لأي هجوم روسي في الشرق. تهدف المحادثات بشكل رئيسي لجعل المساعدة الأمنية المتزايدة لكييف متزامنة ومنسقة، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة وفق مسؤولين أمريكيين، علما بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعقد هذه الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف تعهد فيها للرئيس الأوكراني بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية. وزير الدفاع البريطاني بن والاس دعا الحلفاء للتحرك بسرعة لتزويد أوكرانيا بمدفعية ثقيلة قادرة على الأقل على مجاراة روسيا. أكد الوزير البريطاني أن السباق مستمر لتزويد أوكرانيا بنفس القدرة بعيدة المدى التي تمتلكها روسيا، وأن الأسابيع الثلاثة المقبلة مفصلية، كما أن كييف تسعى للحصول على صواريخ مضادة للسفن لمواجهة السفن الروسية القادرة على قصف المدن الأوكرانية، نافيا تقارير إعلامية سابقة زعمت أن الحكومة البريطانية كانت ترسل مدافع هاوتسر عيار 155 ملم التابعة للجيش البريطاني إلى أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أنها تتلقى مدافع عيار 155 ملم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 500 جندي أوكراني باستهداف 87 موقعا عسكريا ليلا. نقلت وكالة تاس عن الوزارة أن القوات الروسية استهدفت 4 أهداف أوكرانية ليلا، بينها مستودع أسلحة في خاركيف. من جانبها في إيجازها اليومي أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا في أيدي الروس. الدفاع البريطانية قالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز خطوطها الدفاعية في مدينة زابوروجيا تحسبا لهجوم روسي محتمل من الغرب.
هذا ورجحت روسيا أن تتناول محادثات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور موسكو اليوم الوضع في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. أكدت أن غوتيريش سيصل إلى موسكو اليوم لاستعراض جميع هذه المسائل، وصفة الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في المدينة ببادرة حسن نية كبيرة من الجانب الروسي. هدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي باتخاذ موقف وصفه بالجاد والحاد تجاه المشاركة بالعملية السياسية في العراق. وأكد الحلبوسي في تغريدة له أن موقفه يأتي نتيجة تحكم المسلحين بأمن البلاد ومحاولتهم تغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي. الحلبوسي أكد أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب عاجلا أم آجلا. في الشأن اليمني، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج حوالي 144 مليون دولار لحل أزمة ناقلة النفط صافر المعطلة في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة بغرب اليمن، والتي تنذر بخطر تسرب منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف. أشار البيان الأممي إلى الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين يونيو وسبتمبر، لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة. قالت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن إن أمطارا وسيولا ورياحا شديدة جرفت مخيمي أبو جنب والرويك الشرقي للنازحين في صحراء مأرب، ووفق الوحدة فقد تضرر أكثر من 1200 نازح بينهم أطفال ونساء وباتوا في العراء دون غذاء ولا مأوى. يزور غدا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يال هولتا الولايات المتحدة، حيث يلتقي نظيره الأمريكي. هولتا سيبحث أساسا في الملف النووي الإيراني وفرص التوصل إلى اتفاق مع إيران من عدمها، وسيشدد المسؤول الأمني الإسرائيلي على ضرورة تمسك واشنطن بموقفها الأخير وعدم الاستجابة لمطلب إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية. تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا استثنائيا اليوم لبحث قضية غرق مركب قبال الساحل طرابلس والتوترات الأمنية التي تبعتها، وذلك منعا لأي تأثيرات على موعد إجراء الانتخابات. قائد الجيش وجه بإجراء تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات غرق المركب. وأيضا في السنتين الأخيرتين تضاعف عدد المهاجرين بينهم فلسطينيون وسوريون ولبنانيون الذين يحاولون الفرار بحرا باتجاه قبرص هربا من سوء الأوضاع المعيشية. حسب الأمم المتحدة، حاول 38 قاربا على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر منذ عام 2020، وتم اعتراض أو إعادة أكثر من 75% منها. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إحباط تهريب أسلحة غير عادية على الحدود اللبنانية، هي 100 قنبلة يدوية كان من المخطط استخدامها لتنفيذ هجمات، محملا المجتمع العربي في الداخل المسؤولية. بالإضافة إلى القنابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضبط قطعتين من السلاح. قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني تعزيز الوجود الأمني في ولاية غرب دارفور، كما قرر الدفع بقوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف في ولاية غرب دارفور. وأكد مجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. كلف مجلس الأمن والدفاع وفدا سياديا للوقوف على الأحداث في غرب دارفور وتهدئة الأوضاع. إذن مشاهدينا، سنذهب إلى كلمة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. التنسيق التي لدينا
ويمكننا فعل المزيد عبر قاعدتنا العسكرية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها حتى بقدرات أكبر. ينضم إلينا اليوم الصديق العزيز وزير الدفاع الأوكراني رزنكوف. أسرنا أن تكونوا معنا ونرحب بفريقكم أيضا. كلنا هنا بسبب شجاعة أوكرانيا والأبرياء الذين قتلوا والمعاناة التي يواجهها شعبكم. بلادكم دمرت ومستشفياتكم قصفت ومواطنكم أعدموا وأطفالكم أصيبوا صدمات شديدة. إلا أن أوكرانيا قامت بعمل رائع بالدفاع عن سيادتها ضد هجوم وغزو روسيا. شجاعتكم سيسجلها التاريخ. معركة البلج دامت 40 يوما وأوكرانيا الآن هزمت الجيش الروسي وتستمر منذ 62 يوما. فمقاومتكم ألهمت العالم الحر. وعزيمة أكبر للناتو والمجد لأوكرانيا. وفرنا مساعدتنا في أرقام من أوقات قياسية. العالم كله شهد الفارق الذي حققته على ساحة المعركة. بوتين لم يتخيل بأن العالم سيقف إلى جانب أوكرانيا بهذه السرعة وهذه العزيمة. وبعد الهزيمة في معركة هزيمة روسيا في معركة كييف، الحرب الآن دخلت مرحلة جديدة. لأن لا أحد مخدوع بادعاءات بوتين الزائفة حول الدنباس. فيجب أن نكون واضحين، غزو روسيا لا يمكن الدفاع عنه، وكذلك أعماله الشنيعة. كلنا نبدأ اليوم من موقف الوضوح الأخلاقي. روسيا شنت حربا لتلبية طموحات رجل واحد. أوكرانيا تقاتل حرب ضرورة للدفاع عن ديمقراطيتها وسيادتها ومواطنيها. إلا أن المخاطر تتجاوز أوكرانيا بكثير وحتى خارج أوروبا. غزو روسيا لا أساس له ومتهور ومخالف للقانون ويخالف القانون الدولي، وهو تحد للشعوب الحرة في كل مكان. كما شاهدنا صباح اليوم، الأمم حول العالم تقف موحدة في عزيمتها لجانب أوكرانيا في حربها ضد غزو روسيا الإمبريالي. وهكذا يجب أن يكون الحال. هذا التجمع يعكس هذا العالم. ثم يجب أن تعرفوا بأننا جميعا ندعمكم، ولهذا السبب نحن هنا اليوم لتعزيز ترسانة الديمقراطية الأوكرانية. أنا فخور لأن أكون هنا معكم جميعا وأتطلع لمناقشاتنا الحيوية. سنتوقف لبرهة ونسمح لزملائنا في الإعلام للمغادرة، وبعد ذلك سوف نستأنف اجتماعنا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم هذا الجزء من كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في هذا الاجتماع الذي يجمع وزراء الدفاع من 40 دولة، ويتحدث عن بالأساس تصليح أوكرانيا. تحدث لويد أوستن عن أن روسيا شنت حربا لتلبية طموحات رجل واحد، وأن غزو روسيا يخالف القانون الدولي، وأن أوكرانيا بحاجة لمساعدتنا اليوم لكي تنتصر، وأن أوكرانيا تقاتل على الدفاع عن ديمقراطيتها وسيادتها ومواطنيها. سنتابع إذن كل تبعات هذا المؤتمر الصحفي أو هذا الاجتماع الذي يجمع وزير الدفاع الأمريكي بوزراء دفاع 40 دولة أيضا.
قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني تعزيز الوجود الأمني في ولاية غرب دارفور، كما قرر الدفع بقوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف في ولاية غرب دارفور. أكد مجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. كلف مجلس الأمن والدفاع وفدا سياديا للوقوف على الأحداث في غرب دارفور وتهدئة الأوضاع. أبدأ المجلس أسفه البالغ للتدهور الأمني في ولاية غرب دارفور وللأحداث التي أدت لفقد الكثير من الأرواح الغالية التي كان يمكن صونها إن كانت تسامعا كل تلك الخلافات. وفي هذا الإطار أكد المجلس استمراره في بذل الجهود لفرض سلطان القانون ولإيقاف نزيف الدم ونشر السلام. رفض البيت الأبيض التعليق على صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي. قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب. Can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal. وتباينت آراء أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن صفقة تويتر وإيلون ماسك، إذ رحب الجمهوريون بها باعتبار أنها خطوة في صالح حرية التعبير، معبرين عن أملهم من أن يساعد ماسك في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تفرض الرقابة على المستخدمين الذين لديهم وجهة نظر مغايرة. بينما انتقد الديمقراطيون الصفقة وحذروا من أنه يتعين على المشرعين التحرك بشكل أسرع لحماية بيانات الأشخاص وضمان العدالة والشفافية، وصفوها بأنها خطيرة على الديمقراطية. وفي رد على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمناسبة الاستحواذ على تويتر، قال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق لها جاك دورسي إنه لا يعتقد أن أي شخص يجب أن يمتلك تويتر أو يديره، وأن ماسك هو الحل الوحيد الذي يثق به لإعادة تويتر كما كان وفق قوله. كما أوضح دروسي أن هدف ماسك هو إنشاء نظام أساسي موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع، واصفا ذلك بأنه الهدف الصحيح.
ساحة شاملة لحرية التعبير في حدود القانون، هذا ما وعد به إيلون ماسك فور الإعلان عن نيته شراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر. ماسك الذي أكد مرارا أن تويتر منصة أساسية لتبادل وجهات النظر المختلفة وأن حرية التعبير ضرورة مجتمعية ديمقراطية، أعرب عن قلقه من أن المشرفين على المحتوى يتمادون في التدخل بالمنصة وعدم ثقته بالقيادة الحالية لتويتر لإجراء التغييرات الضرورية وإعطاء الأولوية لأفكاره. هذه التصريحات ساقت بعض النقاد إلى التعبير عن مخاوفهم بأن يسمح امتلاك ماسك للشركة بانتشار المحتوى المتشدد والتأثير على المحتوى والرقابة. ليرد ماسك على هذه الانتقادات في تغريدة له ويقول إنه يأمل أن يستخدم المنصة حتى أسوأ منتقديه لأن هذا هو ما تعني حرية التعبير. من أهداف الملياردير الأمريكي المعلنة من استحواذ تويتر توفير الخوارزميات الخاصة بعرض التغريدات أمام المستخدمين والتخلص من الحسابات التي تقوم بالتغريد عشوائيا بإشراف برامج روبوتية في العادة. كما يطمح إيلون ماسك لتوفير خاصية التعديل للتخلص من الأخطاء الإملائية وتعديل التغريدة دون الحاجة لحذفها ونشرها من جديد. استحواذ ماسك على تويتر وتر بعض المراقبين الذين اعتبروا أن ملكية تويتر يمكنها أن تمنح ماسك سلطة على القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة، أبرزها الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد ترامب، علما أنه يفضل تعليق الحسابات مؤقتاً على حظرها. أما فيما يتعلق بالخصوصية على تويتر فاستبعدت واشنطن بوست أن يغير إيلون ماسك قوانينها لأنه قد يواجه رد فعل حاد في حال لم يؤمن معلومات المستخدمين بالشكل المطلوب. يزداد القلق في أوساط اللاجئين السوريين من تصاعد الحديث عن إعادتهم طوعيا إلى وطنهم الذي همشته الحرب، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سباق تصريحات بين المعارضة والحكومة أسفرت عن إجراء حرمان آلاف السوريين من زيارة ذويهم. على طرفي نقيض أصبحت هذه الحدود فارقا بين الوطن وجحيمه، أو أشبه بكابوس لملايين السوريين عندما يبدأ الحديث عن العودة الطوعية، حديث يحمل في طياته الكثير من المرارة قد لا يفهمها سواهم. قرار مفاجئ لوزارة الداخلية التركية حرم مئات الآلاف من السوريين من زيارة ذويهم خلال هذا العيد كما جرت العادة في السنوات السابقة، يراه الكثيرون تنازلا لحكومة أردوغان الذي لطالما تمسك باستضافة اللاجئين وأجج القلق لدى من عبروا قبل صدور القرار، حيث كانت الإجازة مقررة بالفعل. القرار جاء بعد أن شهدت الأوساط السياسية التركية حرب تصريحات بين الحكومة والمعارضة أججت فيها الأخيرة الشارع ضد السوريين ووضعت زيارة العيد كبرهان على أمان المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال البلاد. سنضمن عودة اللاجئين مع استكمال بناء منازل الطوب في شمال سوريا.
بمجرد تهيئتنا للبيئة السليمة والآمنة سيعود اللاجئون من أنفسهم عودة طوعية. وإن كانت الحكومة تشترط تأمين مستلزمات الحياة والأمان للسوريين قبل عودتهم، إلا أن حديثها عن برنامج لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين زاد من المخاوف لدى الملايين من اللاجئين على مصيرهم في قادم الأيام. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت من طرف كل من الحزب الحاكم والمعارضة إلى أن 80% من الشعب التركي يطلبون إرسال اللاجئين إلى أوطانهم وفقاً لصحيفة إندبندنت، أمر قد يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تضيق الخناق على اللاجئين مستقبلاً. تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باتخاذ خطوات لتسريع عملية تطوير ترسانة بيونغ يانغ النووية، مهددا بتدمير أي دولة تسعى لدخول صراع مع كوريا الشمالية وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية. أكد جونغ أون أنه مستعد لنشر الردع النووي في أي وقت، وأنه لن يكون مقيدا بالاستخدام الرادع للحرب. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث .net. إلى اللقاء. مزاج شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس. يا اخي خليه يقف على التيار. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدوله. اليوم عيد الجمهوريه في تونس لن يكون يوما عاديا. انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضه شعبيه، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاد كل طرق الحديث مع حركه النهضه. قرارات مهمه بالجمله يمكن ان نجيزها في ثلاث قرارات. القرار الاول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. أذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. هذا الجسر تمت تسميته بجسر الحياة. كاميرا الحدث على المخرج الوحيد لسكان إربن وبوتشا وغوستوميلا أثناء الحصار الروسي. رداً على محاولات تغييب الدولة بالسلاح، رئيس البرلمان العراقي يهدد بموقف حاد من المشاركة بالعملية السياسية. الأمم المتحدة تعلن حاجتها ل 144 مليون دولار لحل أزمة الناقلة الصافر العالقة في اليمن. تل أبيب ترسل مستشار الأمن القومي إلى واشنطن لإقناعه بعدم شطب الحرس الثوري من لوائح الإرهاب.
أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. تنظم الولايات المتحدة اليوم اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا، تتركز على تسليح كييف للتصدي لأي هجوم روسي في الشرق. تهدف المحادثات بشكل رئيسي لجعل المساعدة الأمنية المتزايدة لكييف متزامنة ومنسقة، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة، وفق مسؤولين أمريكيين، علما بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعقد هذه الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف، تعهد فيها للرئيس الأوكراني بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية. وزير الدفاع البريطاني بن والاس دعا الحلفاء للتحرك بسرعة لتزويد أوكرانيا بمدفعية ثقيلة قادرة على الأقل على مجاراة روسيا. وأكد الوزير البريطاني أن السباق مستمر لتزويد أوكرانيا بنفس القدرة بعيدة المدى التي تمتلكها روسيا، وأن الأسابيع الثلاثة المقبلة مفصلية، كما أن كييف تسعى للحصول على صواريخ مضادة للسفن لمواجهة السفن الروسية القادرة على قصف المدن الأوكرانية، نافيا تقارير إعلامية سابقة زعمت أن الحكومة البريطانية كانت ترسل مدافع هاوتسر عيار 155 مليمتر التابعة للجيش البريطاني إلى أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أنها تتلقى مدافع عيار 155 مليمتر من الولايات المتحدة وشركاء آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 500 جندي أوكراني باستهداف 87 موقعا عسكريا ليلا، ونقلت وكالة تاس عن الوزارة أن القوات الروسية استهدفت 4 أهداف أوكرانية ليلا، بينها مستودعا أسلحة في خاركيف من جانبها أيضا. في إجازها اليومي أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا في أيدي الروس. الدفاع البريطانية قالت القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز خطوطها الدفاعية في مدينة زاباروجيا تحسبا لهجوم روسي محتمل من الغرب. هذا ورجحت روسيا أن تتناول محادثات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور موسكو اليوم الوضع في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. أكدت أن غوتيريش سيصل إلى موسكو اليوم لاستعراض جميع هذه المسائل، وصفة الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في المدينة ببادرة حسن نية كبيرة من الجانب الروسي. جسر صغير كان المخرج الوحيد لسكان أربن وبوتشا وغوستميل،
والقرى المحيطة وسط القذائف وإطلاق النار أثناء الحصار الروسي. مراسل الحدث التقى بثلاثة من أفراد المقاومة الشعبية تمكنوا أثناء الحصار الروسي لكييف وضواحيها من نقل الغذاء إلى المحاصرين وإجلاء الكثيرين من الجرحى ونقل الدواء عبر الجسر الذي لم تكتشفه القوات الروسية وأطلق عليه اسم جسر الحياة. هذه مدينتي، ولدت فيها وأعرف طرقاتها، لم أكن أخطط لشيء، وجدتني أتصرف دون تفكير. هكذا بدأ إيغر حديثه للعربية. أنا ولدت هنا، أحفظ كل الطرقات والأزقة، حتى جنودنا عندما أتوا كانوا يحملون الخرائط، ولكنهم لا يعرفون المدينة. كنت أساعدهم وأدلهم على الطريق والمناطق، لذلك كانوا يقومون بمهامهم بسرعة أكبر، وإلا كانوا سيتوهون في إربين. إيغر صاحب المبادرة في إجلاء المواطنين المحاصرين في إربين وإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى العالقين وسط إطلاق النار الكثيف، سمى الطريق والجسر الذي كان يستخدمهما بطريق وجسر الحياة، فقد ساعداه في إنقاذ المئات من الأشخاص. أنا نقلت الناس الجرحى والحيوانات والناس، جميعهم كنت أنقلهم عبر هذا الجسر. من هناك كنت أنقل الناس، وفي العودة أنقل المؤنة والدقيق والوقود، وحتى الجنود الذين كانوا يؤدون مهام في المدينة كنت أنقلهم إلى إربين. بادر إيغر العمل على إجلاء الناس، بعد ذلك انضممنا له أنا وكونستانتين وإيغر. تابع أليكسي في سرد قصة الأبطال الأربعة كما يسميهم سكان إربين. بالفعل كنا آخر الخارجين من المدينة، وبعدنا لم يستطع أن يخرج أحد. قمت لإجلاء زوجتي، وبعدها تعرفت على إيغور، كان يعمل هنا عبر هذا الجسر قبلنا، واجتمعنا أنا وإيغور وكوستا، وفي اليوم التالي التقينا هنا وبدأنا بشكل يومي نذهب إلى إربين، نقوم بعملنا هناك ونغادر. أما تانيا التي كانت تسعد بقدومهم فهم بالنسبة لها أبطال المدينة، الذين يجلبون الدقيق والوقود لخبز الخبز للأهالي، وتقول إنها كانت حتى لا تعرف أسماءهم في بدء الأمر. كانوا يقولون كلمة السر، وكنا نسعد جدا عندما يأتون، وكانوا يأتون منفردين، كل مرة يأتي أحدهم والبقية من الجانب الآخر لسكات الحديد مع المؤنة يبقون هناك. أسماءهم كانت حركية. السيارة التي أنقذت أرواح المئات من المدنيين ونقلت أطنانا من الدقيق للعالقين، والتي لم تقتصر مهمتها على ذلك، فقد كان إيغور ينقل الجنود الأوكرانيين سرا إلى داخل إربين بها، تم استهدافها بالقناصة وأخيرا فجرها الروس، فلم تعد صالحة للاستخدام، لكن إيغور يحتفظ بها. لقد كان القصف هنا كبير، هل ترى كيف دمروا المنزل؟ هذه القطعة ما تبقت من القذيفة، وهذه السيارة أنقذت أرواحا كثيرة، وبالنسبة لي من المؤلم أن أقطعه، لذلك سأقوم بصيانته وسيعود إلى العمل مرة أخرى. هذا الجسر تمت تسميته بجسر الحياة، ذلك لأنه كان الطريق الوحيد لإجلاء المدنيين من إربين في وقت إطلاق النار والقذائف تسقط في هذه المدينة، بمبادرة من إيغر ورفاقه في لجان المقاومة الشعبية، والذين قاموا عبر هذا الجسر بإيصال المساعدات من الغذاء والدواء إلى العالقين وبإجلاء آلاف المدنيين عبره إلى مناطق آمنة. حذيفة عادل لقناتي العربية والحدث، جسر الحياة، إربين. هدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي باتخاذ موقف وصفه بالجاد والحاد تجاه المشاركة بالعملية السياسية في العراق. أكد الحلبوسي في تغريدة له أن موقفه يأتي نتيجة تحكم المسلحين بأمن البلاد ومحاولتهم تغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي. الحلبوسي أكد أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب عاجلا أم آجلا.
في شان عراقي آخر، توقعت وزارة الكهرباء الوصول إلى اتفاق مع إيران ينهي مشكلة توريد الغاز الإيراني للبلاد، وذلك قبل زيارة وفد حكومي عراقي لطهران. المتحدث باسم الوزارة قال إن هناك بشائر من الجانب الإيراني بحل المشكلة بعد سداد المدفوعات المطلوبة التي تزيد على 1,600,000,000 دولار. كما توقع حصول اتفاق عراقي إيراني يسمح بديمومة تدفق الغاز وبشكل يتناسب مع الحاجة العراقية. في الشأن اليمني، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج حوالي 144 مليون دولار لحل أزمة ناقلة النفط الصافر المعطلة في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة بغرب اليمن، والتي تنذر بخطر تسرب منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على الصافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف. أشار البيان الأممي إلى الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين يونيو وسبتمبر، لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة. يزور غدا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا الولايات المتحدة، حيث يلتقي نظيره الأمريكي. هولتا سيبحث أساسا في الملف النووي الإيراني وفرص التوصل إلى اتفاق مع إيران من عدمها، وسيشدد المسؤول الأمني الإسرائيلي على ضرورة تمسك واشنطن بموقفها الأخير وعدم الاستجابة لمطلب إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية. تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا استثنائيا اليوم لبحث قضية غرق مركب قبالة ساحل طرابلس والتوترات الأمنية التي تبعتها، وذلك منعا لأي تأثيرات على موعد إجراء الانتخابات. قائد الجيش وجه بإجراء تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات غرق المركب. وفي السنتين الأخيرتين تضاعف عدد المهاجرين وبينهم فلسطينيون وسوريون ولبنانيون الذين يحاولون الفرار بحرا باتجاه قبرص هربا من سوء الأوضاع المعيشية. بحسب الأمم المتحدة، حاول 38 قاربا على متن أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر منذ عام 2020، وتم اعتراض أو إعادة أكثر من 75% منها. قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني تعزيز الوجود الأمني في ولاية غرب دارفور، كما قرر الدفع بقوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف في ولاية غرب دارفور. أكد مجلس الدفاع الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. كلف مجلس الأمن والدفاع وفدا سياديا للوقوف على الأحداث في غرب دارفور وتهدئة الأوضاع. ويزداد القلق في أوساط اللاجئين السوريين من تصاعد الحديث عن إعادتهم طوعيا إلى وطنهم الذي همشته الحرب، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سباق تصريحات بين المعارضة والحكومة أسفرت عن إجراء حرمان آلاف السوريين من زيارة ذويهم. على طرفي نقيض، أصبحت هذه الحدود فارقا بين الوطن وجحيمه، أو أشبه بكابوس لملايين السوريين عندما يبدأ الحديث عن العودة الطوعية. حديث يحمل في طياته الكثير من المرارة قد لا يفهمها سواهم.
قرار مفاجئ لوزارة الداخلية التركية حرم مئات الآلاف من السوريين من زيارة ذويهم خلال هذا العيد كما جرت العادة في السنوات السابقة، يراه الكثيرون تنازلا لحكومة أردوغان الذي لطالما تمسك باستضافة اللاجئين، وأجج القلق لدى من عبروا قبل صدور القرار حيث كانت الإجازة مقررة بالفعل. القرار جاء بعد أن شهدت الأوساط السياسية التركية حرب تصريحات بين الحكومة والمعارضة أججت فيها الأخيرة الشارع ضد السوريين، ووضعت زيارة العيد كبرهان على أمان المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال البلاد. سنضمن عودة اللاجئين مع استكمال بناء منازل الطوب في شمال سوريا. بمجرد تهيئتنا للبيئة السليمة والآمنة سيعود اللاجئون من أنفسهم عودة طوعية. وإن كانت الحكومة تشترط تأمين مستلزمات الحياة والأمان للسوريين قبل عودتهم، إلا أن حديثها عن برنامج لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين زاد من المخاوف لدى الملايين من اللاجئين على مصيرهم في قادم الأيام. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت من طرف كل من الحزب الحاكم والمعارضة إلى أن 80% من الشعب التركي يطلبون إرسال اللاجئين إلى أوطانهم وفقاً لصحيفة إندبندنت، أمر قد يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تضيق الخناق على اللاجئين مستقبلاً. رفض البيت الأبيض التعليق على صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مراراً عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms. The power they have over our everyday lives has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal. وتباينت آراء أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن صفقة تويتر وإيلون ماسك، إذ رحب الجمهوريون بها باعتبار أنها خطوة في صالح حرية التعبير، معبرين عن أملهم من أن يساعد ماسك في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تفرض الرقابة على المستخدمين الذين لديهم وجهة نظر مغايرة، بينما انتقد الديمقراطيون الصفقة وحذروا من أنه يتعين على المشرعين التحرك بشكل أسرع لحماية بيانات الأشخاص وضمان العدالة والشفافية.
تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باتخاذ خطوات لتسريع عملية تطوير ترسانة بيونغ يانغ النووية، مهددا بتدمير أي دولة تسعى لدخول صراع مع كوريا الشمالية. وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أكد جونغ أون أنه مستعد لنشر الردع النووي في أي وقت، وأنه لن يكون مقيدا بالاستخدام الرادع للحرب. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث دوت نت. إلى اللقاء.